علي الشربان رئيس مجلس إدارة شركة تبارك. طبعا كنا ابتدينا ان احنا نسأله عن حاجات عن السوق العقاري واحنا في معرض الكويت، وحاليا احنا في معرض سيتي سكيب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي ومنوره سيتي سكيب. وسيتي سكيب فعلا انتوا قدرتوا يعني تغطوا الحدث بطريقه كويسه، ونتمنى نجاح البرنامج اكتر واكتر ان شاء الله. احنا عايزين نعرف ايه هي ابرز التحديات اللي قابلتنا خلال عام 2019 في السوق العقاري. التحديات اللي هتقابلنا في الفتره اللي جايه برضو ان طلب العميل ان يكون المجتمعات الجديده فيها تكنولوجيا اكتر. العميل النهارده عايز يبقى مرتاح في مكانه. انا النهارده ال 75 متر دي بتناسب مين؟ بتناسب الاجنبي اللي جاي اللي على المعاش، بتناسب الطالب اللي جاي يدرس هنا. دي طلب كبير لناس كتيره واحنا بنطالب فيه. دي من ضمن التحديات سهوله النقل. يعني النهارده ما بقدرش اتنقل من منطقه لمنطقه، الزحمه اللي في القاهره، وعشان كده الدوله راعت الموضوع ده وحاولت تخلخل بانها فتحت العاصمه الجديده والمدن الجديده. عقارات مصر الى اين؟ نمرة واحد زي ما قلنا في الأول، الوحدات الصغيرة لازم يتعمل هيئة كبرى لتصدير العقار ترعاها الدولة، وزارة الإسكان أو وزارة التجارة. ثلاثة، الاهتمام يبقى فيه سجل كامل، إن أنا يبقى عندي سجل كامل فيه كل العقارات اللي موجودة، بحيث أنا أبقى عارف أروح أشتري مين. يبقى فيه سجل كمان للمطورين أشتري من عند مين. ولما نتكلم على عقار ما نتكلمش على سكن، لا، نتكلم على سكن، على مصيف، على مناطق لوجستية، بتكلم على شقق فندقية، بتكلم على مصانع، بتكلم على مدارس، بتكلم على الجامعات. لو احنا قلنا عن طريق برنامج خبيرة العقارات هنبتدي ننشر ثقافة السوق العقاري، ايه اللي تحب ان احنا نتناقش فيه بعد كده ولما تكون حضرتك موجود نبتدي ان احنا نوجهه للناس؟ عايز اوضح للناس ان العقار كنز معاه، ما يقلقش منه، مش هينزل ثمنه. لازم ثقافتي ابقى عارف ازاي ان العقار هيزيد. يعني مثلا عمرنا ما في تاريخ مصر حصل ان العقار ينزل، بس عايز اقول له ايه، ما تقلقش، لان هو لما بيجي بيشرب التقسيط بيقول لي غالي، بقول له لا، انت النهارده العقار ما بيقلش في اي سنه عن اقل لو ما زادش من 10-20%. هل في المرحله اللي جايه في شركات عقاريه هتتخارج من السوق؟ ده اكيد طبعا، لان هو كل سنه كده. يعني السنه اللي فاتت خرج شركتين، وشركتين صغيرين. السنه دي انا توقعاتي على اخر 2019 على الاقل هيخرج مش اقل من 10 شركات صغيره، ومش اقل من شركتين كبار. ليه؟ لان اولا الشركات الصغيره اللي هتخرج اللي هي حديثه، اللي هو باع خد فلوس ما قدرش يبني، لان طبعا الاقساط جت عليه، لان هي مش مهنته للاسف، ما بتبقاش مهنته. في بيكبر بس مش في الوقت اللي احنا فيه. لازم يكون عنده ملاءة مالية وكمان ملاءة فنية وعنده خبرة بالعقار، لأن هي دي أرواح ناس. ما ينفعش حضرتك إن أنا أجيب أي واحد معاه فلوس راح اشترى بنى، لا، لازم أراقبه، لازم لجان تنزل من وزارة الإسكان تباع. يبقى الناس بتبتدي تاخد بالها المرحلة الجاية، لأني مش مهندس عالي بس اللي ابتدى يقول إن في شركات عقارية هتتخارج. معانا النهارده اسماء كبيره جدا وكلهم بيجزموا على ان في شركات عقاريه هتتخارج من السوق. خد بالك كويس وتابعنا في الحلقه. سيب نشكرك، اشكرك ونورت وكتر الف خير. اشكرك. المهندس احمد الطيبي رئيس مجلس اداره شركه زلاند. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورانا في سيتي سكيب هنا في البوث بتاعنا. ايه اللي شايفه في السوق العقاري خلال السنه دي؟ يعني ايه هي التحديات اللي احنا شايفينها في ظل المنافسه الكبيره اللي موجوده دلوقتي وشركات العقارات الكتيره قوي اللي موجوده؟ هي المنافسه مش بين الشركات العقاريه بس، هي المنافسه كمان بين المناطق. يعني انت النهارده عندك توسعات الحقيقه موجوده في العالمين، عندك توسعات موجوده في العاصمه الاداريه، عندك توسعات لازالت موجودة في التجمع الخامس ولازال في 6 أكتوبر، بالإضافة طبعا لمنطقة المنيا ومنطقة المنصورة والمناطق دي كلها بيحصل فيها تطور، وده تطور طبيعي وإحنا محتاجينه في مصر، لأن مش معقولة ال 100 مليون هيسكنوا على 5% من المساحة. فأنا رأيي إن المنافسة ما بقتش منافسة على
المستهلك، لان بس هي بقت منافسه على على المناطق دي. نمره واحد. نمره اتنين، المستهلك النهارده او المستثمر او اللي عايز يسكن النهارده بيدور على المنطقه دي، هي اللي عايز يسكن فيها، بيلاقي مطورين كتير قوي موجودين فيها. فاذا الطلب موجود، اذا العميل موجود، لكن هو المعروض زياده شويه، ولازم يكون الناس في حذر في المرحله القادمه، لان النهارده مع وجود طرق الدفع الطويله قوي. حضرتك قلت الطلب موجود والعرض موجود، العرض اكبر من الطلب؟ العرض اكبر من الطلب اليومين دولت. اه. هل كل المطورين العقاريين اللي موجودين حاليا في السوق العقاري عندهم ملاءه ماليه تسمح بالمنافسه الحاليه، ولا في ناس هتتخارج من السوق؟ يعني انا اتمنى اللي هيتخرج ومش هيقدر يكمل يتخرج. اتمنى ولا هيتخرج؟ اتمنى طبعا ان الناس تكمل، واتمنى ان المشاريع كلها تكمل، لانها في الاخر بتصب في تنميه. ما في الاخر النهارده لو في 30 مشروع بيتعملوا خلصوا، هيبقى في 30 غيرهم بعد كده. فاتمنى ان الكل يكمل، واتمنى ان الكل يتوسع وان الكل يكبر، لان احنا محتاجين النشاط ده، والدوله بتشجع الناس الحقيقه. فانا سؤال حضرتك، ردا على سؤال حضرتك، ان لو في تخرج قد يحدث، واتمنى انه يحدث بدري، لان لو حدث متاخر هتبقى عواقبه اسوا بكتير. قول لي قضايا حابب ان برنامج خبيره العقارات يناقشها في خلال المرحله الجايه عن القطاع العقاري. احب انه يناقش القانون، قانون تمويل الرهن او تمويل المستهلك او المستثمر، بحيث ان هو النهارده يخف الضغط على المطور العقاري في الثمن والتسع سنين، بل بالعكس هو بقى البنك يدي للعميل ال 15 سنه اللي هو عايزها بالفوائد اللي هو شايفها مناسبه. بس النهارده لازم موضوع الفايده ده يتشاف في مشروع الرهن العقاري والكلام ده، لان الفوائد زي ما هي ماشيه بالمنظر دوت هي غير مشجعه اطلاقا على الاستثمار، وغير مشجعه للمستثمر انه يشتري، وبتعمل حاله من الركود. فانا اتمنى ان المرحله اللي جايه اللي هينشط العقار انخفاض الفايده، وقانون التطوير العقاري الجديد باذن الله انه يطلع برؤيه محترمه، يعني توافق الجميع، توافق المطورين وتوافق المستهلك والمستثمر في العين واحد. بنشكر حضرتك جدا.